عليكم، معكم العلوي رشيد رئيس جمعية مدمار التنمية الاجتماعية والثقافية. أولا وقبل كل شيء رمضان مبارك وسعيد، الله يدخل عليكم وعلينا في الصحة والعافية وطول العمر وكل متمنيات. نحن في اليوم الرابع من المهرجان الوطني التراثي للحضرة النسوية السنوية تحت شعار الحضرة النسوية السنوية فن موروث ثقافي وطني أصيل. اليوم الرابع حيث هذا المهرجان شهد عند مشاركة عدة فرق وطنية من الحضرة الشفشاونية والحضرة السلوية المعروفة على الصعيد الوطني، وتم فيه إحياء بعض الطقوس السلوية كطقوس الحناء وفن البزوغي السلوي الأصيل والفن الحضرة النسوية التي جاءتنا من سجل الباشا على يد المرحومة لنا الهاشمية العلوي، والتي سمي هذا دورة 16 سميت تحت اسمها دورة المرحومة لالا الهاشمية العلوي. وحنا سعداء باش المشاركة ديال الجماهير الغفيرة اللي حضرات الفرق الكثيفة والمجموعات الصوتية والطوائف باختلاف أنواعها سواء الرجالية أو النسائية. ومرحبا بكم في رحاب فضاء جمعية جوج مارس بالقاعة الكبرى بجماعة السلامة بوحاجة، وشكرا. سورية قدمة الحضرة السلوية اليوم الرابع ديال المهرجان، احنا فرحانين به بزاف وعاد، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش ما ينقطعش هذا المهرجان، يبقى دائما على الدوام، دائما دائما ولقى اقبال بزاف ماشي غير شويه. الحمد لله. الله يسلمك ويجيبك وعاش الملك. سميتي هبة أجمع، مشاركة في جمعية جوج مارس التنمية الاجتماعية والثقافية. اليوم إن شاء الله قدمنا مجموعة ديال الأغاني والأناشيد، وحنايا كنبغيو نحيو هاد يعني الحضرة النسوية، وقدمنا في المجموعة قدمنا في هاد الحفلة هادي بزاف زعما كاين بزاف ديال الطوبول، كنحاولوا نحافظوا على التراث السلوي المغربي. صفتي مديرة المهرجان السيدة فاتحة العلوي، كنبغي نهنيكم بهذا الشهر الفضيل على جميع المسلمين، على ملكنا جلالة الملك محمد السادس الله ينصره، الله يطول لنا في عمره يا ربي. وكنتمنوا الاستمرارية لهذا التراث العريق اللي كانت المؤسسة ديالو الأولى للهاشمية العلوية رحمها الله، ولالا غيتا العلوية الله يرحمها. وبهذا الشيء كنتمنوا يبقى من الجيل لجيل إن شاء الله، ونفضوا عليه الغبار، وكنتمنوا الاستمراريه ان شاء الله لهذا التراث ما ينقرضش. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا من النسوه ديال الحضره الربانيه ديال مدينه سلا وجينا لهاد الجمعيه ديال جوج مارس باش نحيو الحفل ان شاء الله ليله 27، تكون علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، وربي يسير الامر لكل واحد وكريم لنا ولكم جميع المسلمين، ويشافي لنا الملك ان شاء الله جلاله الملك ديالنا ان شاء الله باذن الله.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.